جنة لعشاق ركوب الدراجة الهوائية، أكثر من 250 موقعاً تتنافس على تقديم أحدث الابتكارات التي تهم زوار أكبر معرض شعبي في ألمانيا للدراجات الهوائية، إنه معرض فيلو برلين. المعرض يشمل موضوع التنقل الكهربائي بكل تفاصيله، وهناك شركات جديدة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة التي تصنع الدراجات وفقاً لرغبات الزبائن، كما أن موضوع دراجة الشحن أخذ حجماً كبيراً ترافق مع إمكانيات جديدة هائلة لم تكن موجودة قبل 5 أعوام. قرابة 20 مليون دراجة تباع في أوروبا كل عام، والرقم في ارتفاع مستمر منذ سنوات، فقد اكتشف سكان المدن الكبرى من جديد الدراجة كوسيلة نقل فردية. وإلى جانب هذا التطور السريع، هناك أمر آخر مهم وهو الشكل، ما دفع لظهور صناعات إبداعية في سوق الدراجات الهوائية بأكملها. عدة مدونات ومجلدات عالية الجودة مع مجلات جديدة للدراجات تعتبر الدراجة الهوائية رمزاً لأسلوب الحياة المدنية الجديدة. مجلة جديدة تباع في الأكشاك هي مجلة سايكل، رئيس تحريرها فولفغانغ شرايكس يتوجه إلى جمهور جديد كلياً. مجال تركيزنا هو الدراجة كأداة تشير لنمط حياة وليس كجهاز رياضي. الفئة المستهدفة إذن هم أولئك الناس الذين يستمتعون بقيادة الدراجة في المدينة، وهي تعتبر أسلوبهم في الحياة الذي يمكنهم ممارسته ضمن المدينة، وهم أولئك الذين يهتمون بالأزياء. كانت الدراجة الهوائية في ألمانيا عند مطلع هذا القرن تحظى بشعبية كبيرة، ولا سيما في المدن الكبيرة كوسيلة نقل رخيصة وشكل جديد من أشكال الحرية. ومع المعجزة الاقتصادية اختفت الدراجة من المدن، أما الفئة المستهدفة من شراء الدراجات فباتت مقتصرة على الرياضيين والشباب الذين أقبلوا على شراء دراجات مثل بونانزا وبعدها دراجة بي ام اكس التي أصبحت أكثر مبيعاً. فقط في أواخر التسعينيات أعاد موزع الجرائد شعبية الدراجة إلى الشوارع، وكانوا بذلك رواداً لثقافة الدراجات المدنية الجديدة. بإمكانهم الآن استخدام الدراجة كوسيلة نقل للتسوق ولكي يتفاخروا بذلك لأن شكلها جميل. كل شيء متاح إذن اليوم، وهي ليست ولا بأي حال من الأحوال وسيلة نقل للفقراء فقط، بل أصبحت أكثر من ذلك أداة تعبر عن نمط حياة، حتى أنها بالنسبة للبعض شكل من أشكال الحياة. ثقافة يعنى بها مثلا في مقهى الدراجات في برلين ستاندرد منذ 3 سنوات، وهنا تجتمع الورشة والمقهى والمتجر في مكان واحد. في السفر أصطحب معي دراجتي دائما وأنزل في مقهى الدراجات هذا حيث نلتقي بأناس رائعين. هنا أشتري قطع غيار لدراجتي وألتقي بأصدقائي لاحتساء القهوة. أعرف هذا من مدريد، حيث لدينا هناك مقهى للدراجات يلتقي فيه مصممون ومصورون وفنانون، وبالطبع أناس يعشقون الدراجات الهوائية. هاوي الدراجات ماكس فون زينغر أسس المقهى وفق نموذج موجود في لندن، وهو ينظم مع فريقه لقاءات ورحلات مشتركة على الدراجات. ما يحدث الآن هو حصاد سنين من الاهتمام والمتابعة، وكل ما تمنيته هو تشكيل مجموعة قد نشأت بين أعضائها صداقات قوية، والعديد ممن يأتون لزيارة المدينة توفر لهم الآن مكانا يمكن أن يذهبوا إليه لتبادل الحديث حول كل ما هو جديد في عالم الدراجات الهوائية. نعود الآن إلى فيلو برلين، حيث يتضح من عدد زوار المعارض بأن الدراجة وصلت إلى جميع طبقات المجتمع، بدءا من الرياضيين وحتى مرتدي البدلات الرسمية. ينبغي الآن العمل بشكل جاد في تغيير البنية التحتية في المدينة وتوفير حيز أكبر لراكبي الدراجات وللمشاة أيضاً لتفادي الخلافات بين المجموعتين، ويجب أن يعاد توزيع الطرقات بالكامل، ما يحتاج إلى الكثير من العمل. إنهم يكشفون أيضاً عن شكل الطرقات في أوروبا مستقبلاً، وهي ثورة تسير على عجلتين أو 3 عجلات.